أعزائي متابعي موقع بصراحة الإخباري في كل مكان، معكم محمود العميد مراسل الموقع من محافظة الحرمين، اليوم بث مباشر جديد ومع ثالث أيام الخريف. اليوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر سبتمبر من عام 2023 وثالث أيام الخريف. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وحذرت من ارتفاع جوي يؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة، مما يؤدي إلى شبورة مائية على بعض محافظات مصر. وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أعلنت عن ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة مع بداية فصل الخريف، والذي بدأ رسميا منذ 3 أيام ويستمر لمدة 89 يوما. وبعد انتهاء فصل الصيف بدأ فصل الخريف منذ حوالي 3 أيام ويستمر لمدة 89 يوما. وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع جوي يؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة، مما يؤدي هذا الارتفاع إلى وجود شبورة مائية على بعض المحافظات. نازلنا في هذا البث المباشر. وكانت قد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع في انخفاض الحرارة في ثالث أيام الخريف، وارتفاع جوي يؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة على بعض محافظات جمهورية مصر العربية. وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أعلنت عن انتهاء فصل الصيف رسميا منذ 3 أيام، وتحديدا يوم 23 من شهر سبتمبر من عام 2023، وأعلنت دخول فصل الخريف يومين رسميا ويستمر لمدة 89 يوما. كما شهدت بعض محافظات مصر انخفاض في درجات الحرارة ليلا وارتفاع نهارا. وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أعلنت عن بدء فصل الخريف ويستمر لمدة 89 يوما. وأعلنت هيئة الأرصاد في بيان لها أمس الاثنين 22 من شهر سبتمبر عن وجود شبورة مائلة على بعض المحافظات وارتفاع جوي يؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة. خصوصا في المناطق الزراعية.
كما شهدت بعض محافظات مصر عن ارتفاع في درجات الحرارة نهارا وانخفاضها ليلا، والجو أصبح مائلا للبرودة ليلا وشديد الحرارة نهارا. ما زلنا في هذا البث المباشر ومتابعة حالة الطقس اليوم على بعض المحافظات، وتحديدا هنا في محافظة بني سويف، حيث شهدت محافظة بني سويف منذ الصباح الباكر انخفاض في درجات الحرارة مع وجود شبورة بسيطة، وذلك تزامنا مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع في درجات الحرارة. ارتفاع جوي يؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة، مما يؤدي على شبورة في على بعض البلاد، خصوصا في المناطق الزراعية والطرق الزراعية. أعزائي المتابعين، كنا مع هذا البث المباشر ومتابعة لطقس اليوم الثلاثاء الموافق 26 شهر سبتمبر من عام 2023، والتي شهدت ارتفاع في درجات الحرارة مما يؤدي إلى وجود شبورة على بعض محافظات مصر. كان معكم محمود العميد.